أختم كلامي بدعاء القنوت في الوتر، فإنه مستحب، وقد كان الصحابة يقنتون في بعض الليالي. قال أحمد: فأنا أرى أن يقنت في كل ليلة لما فيه من دعوة المسلمين ونفعهم، فإن كثيرا من الناس لا يحسن الدعاء ولا يحسن الطلب، كما جاء ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال: اللهم، قال: إني أقول: اللهم أدخل الجنة وأعذني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا حولها ندندن. فكثير من الناس لا يحسن الدعاء بجوامع الكلم ولا بجوامع الدعاء، فناسب أن يؤمن خلف الداعي. وقد قال الله عز وجل عن موسى وعمران عليهما السلام: قد أجيبت دعوتكما. فموسى كان يدعو وعمران كان يؤمن، فسمى الله الداعي والمؤمن داعيين. ولكن لا بد أن تنتبه لمسألة مهمة، وهو أن الدعاء إنما يستجاب إذا كان فيه دعاء باللسان ودعاء بالقلب، فالداعي والمؤمن كلاهما قد دعا باللسان، وأما دعاء القلب فهو أن يستشعر المرء عظمة الله عز وجل وقدرته على الإجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذا فإن من حضر قلبه عند قراءة القرآن وتأمل معانيه فإنه بعد ذلك سيعظم الله عز وجل الجبار عند الدعاء، فيتأمل في عظمة الجبار ولا يتأمل في دلائل الألفاظ في الدعاء فقط، بل المقصود عظمة الجبار.